بنحلم لبكره. اهلا بحضرتكم مره اخرى. كان قبل الفاصل بسال فضيله الشيخ العالم الجليل الشيخ الجندي، بساله انه الجمهور العلماء بيتفق في مساله على راي، يستقر على راي جمهور العلماء، وبعض العلماء بيخرجوا عن هذا الراي يقولوا راي اخر. طب علي ان اتبع جمهور العلماء ام اذا استراح قلبي للراي الاخر على اخذ به؟ يفتى به ويجوز العمل بخلافه. يعني اذا كان هناك من يتصدى الفتوى في مكان عام زي الاعلام وخلافه، زي الجرايد، زي المسجد، يفتي بقول جمهور العلماء. يفتى به، يفتى به. لكن هل يجوز لاحد الناس اذا تبين له ان الدليل مع واحد بخلاف جمهور العلماء ان يتبعه؟ يجوز ولا اي شيء. لا، وقد لا يتبين له الدليل، انما يستريح قلبه. إن استراح قلبه، ماشي الحال. اذا كان يعني انا خدت فتوى مثلا للشافعي مثلا وهو مختلف فيه عن جمهور العلماء مثلا، واسترحت ليها وخدتها، مش الحال، لا بأس بذلك، خلاص مفيش مشكله. انما لا تفتي بمذهب الشافعي على العوام من الناس. ما تقولش بقى يقول الشافعي والذي يخالف هذا بس كذا. طب طب سؤال تاني. نعم. لما يبقى في راي لمثلا الشيخ احمد بن حنبل، نعم، رضي الله عنه، رضي الله عنه، وبعدين راي للامام ابو حنيفه، نعم، رضي الله عنه، نعم، احمد بن حنبل مع جمهور العلماء وابو حنيفه بره، انا كراجل مفتي، نعم، يصح ان انا اقول جمهور العلماء والراي الاخر لانه الامام معتبر؟ هو ده اسلوب الحقيقه من باب الامانه العلميه، مش كده؟ يقول والله ذهب الجمهور الى كذا وخالفهم في هذا ابن تيميه. ما يكون الامام معتبر. زي قضيه الطلاق يعني. المعلق مثلا، لو قال لمراته تبقي طالق لو خرجت من البيت، عند جمهور العلماء، عند الائمه الاربعه، يقع هذا الطلاق اذا خرجت المراه من البيت. عند ابن تيميه؟ ابن تيميه قال لا، ده يعني ده ليس بطلاق، يعني انما هو يعني نوع من التهديد او الايمان، ولا يقصد به ايقاع الطلاق. فنقول هنا ايه؟ بنقول والله عند الائمه الاربعه يقع، انما خالف في ذلك ابن تيميه وقال كذا وكذا وكذا. الادله اللي قالها ابن تيميه في المساله أدلة لا يمكن الاستهانة بيها، ولا يمكن التغاضي عنها، ولا يمكن تطنيشها. ما هو لستك لو هو عالم معتبر. أدلة، أيوة، وأدلته دخوله صحيحة، وقياسه صحيح، ولغته صحيحة. فهنا إحنا بنفتي الناس بكلها بأقوال الأئمة الأربعة، إنما القول الخاص الرابع ده بقى الأئمة والعلماء والمشايخ بيحتفظوا به لنفسهم عند وقوع الكوارث أو عموم البلاء، زي الطلاق المتمم لثلاث. لو واحد جه مطلق مراته ثلاث تطليقات، يلحقوا بقى ياخدوا الرأي، يشوف بقى فيهم واحدة منهم معلق يقدر يلحقها برأي ابن تيمية. وهذا هو الكلام الصائب لعموم البلاء، اسمها قاعدة عموم البلاء. عندما يعم البلاء في الأمة، المرء يحتاج إلى تبين الطريق الصحيح المستند إلى الكتاب والسنة إذا كانت فيها فرجة من التيسير. هنا أنت بتقول بقى الخلاف ما بين الفقهاء هو الرحمة، هو الرحمة بقى هنا بقى في الحالة، هنا الرحمة بالظبط. وفي نفس الوقت يعني الفتوى بجمهور العلماء هو الرحمة، يعني انت تفتي بجمهور العلماء رحمة بالأمة من البلبلة او التخبط او النشر. على بد ان يكون في قاعدة ثابتة، اي يعني قاعدة ثابتة نرتكن اليه، الجمهور قال كذا، اي حاجة هذا ما نفتي به. انما بقى قلت لحضرتك الاراء الخاصة او السلوك الخاص، هذا ينبني على ما يستقر في قلب المرء. تقول أم المؤمنين عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. أنا عاوزك تاخد بالك من حاجة لطيفة قوي، لما يقول إلا اختار أيسرهما، يعني معنى ذلك أن المسألة بيبقى فيها اتنين صحيح، واحد صعب واحد ميسر، ممكن مش كده ولا ايه؟ اللي اختار ايسرهما. قلبك يا شيخ خالد. اللي اختار ايسرهما يعني يجوز يختار التاني الشديد، لانه صح برضه. لانه صح برضه، يبقى مش المسألة. كذا واقع انا قريتها في الكتب كده، ان واحد صلى المغرب مش عارف ايه، واحد صلى المغرب ايه، قال له انت صح وانت صح. لا يصلين احدكم العصر في الا في بني قريظه. واحد الجماعه صلت وجماعه ما صلتش الا لما راحت الحصن، قال لهم انت صح وانت صح. واثنين قرأوا في القران بقراءات مؤل واصاب هذا واصاب. فالشاهد ايه، او الدرس المستفاد، انه قد تتعدد اوجه الصحه في المساله الواحده. وانا ما نقولش ده غلط ده غلط وده غلط. ففي الحاله دي ما بنقولش ده غلط وده غلط، انما بنقول والله هذا ايسر من ذاك. هذا ارفق بالامه. الامر الثاني ان انت لازم تاخد بالك ان في فقه للافراد وفقه للامه، مختلفين عن بعض تماما. فقه الأفراد يميل إلى العزيمة، فقه الأمة يميل إلى الرخصة. إيه الفرق بين العزيمة والرخصة؟ اشرحه تاني بقى. يعني واحد مسافر، على مهلك شوية يا شيخ خالد. طيب واحد مسافر، المسافر ده يجوز له أن يقصر في الصلاة، مظبوط؟ تمام. إنما العزيمة
انه ما يقصرش في الصلاة. الفرق بين العزيمة والرخصة، واحد صايم ومسافر الرخصة انه يفتر. يفتر، انما العزيمة انه يصوم، يعني ياخذ الامر بالعزم كويس بالشدة والقوة. تمام يا سيدي. يبقى ايه الفرق بين العزيمة والرخصة؟ العزيمة يعني عدم استغلال الرخصة، وده إيه؟ الناس يقول لك ان الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. ايه انت انت كده ما حدش بيكملها بقى وبيرفع الرخصه بقى. هي كده ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. ده بقيت العباره ده حديث كده، ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. ما بيكملوهاش الناس عشان الوقت عشان الوقت. شفت هنا؟ يبقى معنى كده ان العزيمه والرخصه، العزيمه والرخصه الاثنين في درجه واحده من الصحه، بس ده استمتع بالرخصه. سيده عائشه تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا من صام ومنا من افطر ومنا من قصر ولم يمنع هذا. ايوه ده افتكرت الحديث. ومنا من اتم ومنا من قصر، فما عاب هؤلاء على هؤلاء وما عاب عاد هؤلاء على هؤلاء. كل. يبقى كلهم كانوا صح وكلهم كانوا صواب. ده استمتع بالرخصه هو حر، انما واحد مسافر ومصر يصوم انت حر. لا هو حساب اعلى له عزيمه اللي بقى. بياخد بقى الرخصه هو اللي اعلى، مش اللي بياخد العزيمه. عند اذا 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 وجدت الرخصه والعزيمه عند جمهور الاهل السنه والسلف، ايوه تقدم الرخصه على العزيمه، تقدم الرخصه. امال اللي بياخد الرخصه هو الاكثر واقرب الى الله عز وجل. شفت بقى؟ انما اللي بياخد العزيمه من باب التحوط او من باب الشكل نقول له اجر، او من باب يعني حسب انه عايز ياخد ثواب اكتر، التحوط او الشك او الطمع في مزيد من الاجر. بس هو طمع خيرا، ولكن ابسط حاجه بنقولها له خالفت سنه الحبيب عليه الصلاه والسلام. عاوز حاجه مصيبه اكتر من كده؟ خالفت سنه الحبيب، لكن ما قلناش عملك باطل، حشانا وحشا لله سبحانه وتعالى. انت يعني ان يعني تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه افضل من العزيمه. يعني الرخص مصرح بيه، يعني انا مسافر اسكندريه يستحسن ان انا اصلي اقصر، تصلي القصر واجمع وتستمتع بالقصر. ولذلك ده عند الاحناف ياثم يه الف ث ميم ث ميم ياثم ان لم يتمتع بالرخصه، يعني يعصي، بنقول له عمله مقبول لكن عاصي. ده عند الاحناف. انت متخيل حضرتك ده بقى خروج عن جمهور العلماء. اهو بقى انا بقى خروج عن جمهور. خروج عن جمهور العلماء يلزم به نفسه، ان ما يجيش يقول يا جماعه احنا مسافرين محدش يفطر احنا كلنا هنصوم. اللي انت بتقول لنا كده ليه؟ انت حر في نفسك، انت عاوز تصوم انت حر، الزم نفسك بما شئت. شوف، فهنا اذا المساله متروكه لاختيارات المرء من باب التيسير والسعه والفضل. فلما نرجع مرجوعنا، ما لم يكن اثما ان النبي يخير بين امرين، يبقى الامرين صح تمام والامرين تمام مقبولين تمام. فلما تلقى خلاف ما بين الائمه الاربعه في مساله، اوعى تقول ده واحد منهم غلط، لا، واحد هكذا نظر الى المساله ومعه حججه ومعه ادلته من صحيح الدليل من الكتاب والسنه، مش جاي كده قال لك اختلف وخلاص. يبقى انت لما تبقى انت رجل غير متخصص ولقيت اتنين من الشيوخ مختلفين مع بعض في مساله، اخذ الار يعني خد اللي انت شايف اللي انت مقتنع انه انسب واصح واصوب. اصل دي كانت نظريتنا طول عمرنا يا شيخ خالد وستظل، لكن كبرنا فلقينا في التلفزيونات مع وجود الفضائيات حاجات تانية، لانه فكر احادي بعض الفضائيات وبعض، انا اسف جدا، وبعض التصدر للافتاء راح جايب لنا الفقه الامام احمد بن حنبل وما قاله ابن تيميه وساب اي حاجه تانية، كان الائمه الاربعه دول سقط متاع، كان جمهور العلماء. انا عايز اقول حاجه على الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه. قال البعض يرى ان الامام احمد بن حنبل كان متشددا، يعني لا كان لا شديد لا. انا عايز اقول ان هو كان شديد في دقه الحديث، يعني في دقه البحث. اقول لك على حاجه مش في اراءه ده، انا اقول لك بس حاجه اخطر، لو جبت ايسر امام حنبلي يا عم. لا هو لا ده يا ريت، ده الامام احمد بن حنبل له من التيسير، ده له 12 راي في المساله الواحده، ده بيصل عدد اراءه في المساله الواحده. لان الامام بص ده كلام مهم جدا، الامام احمد بن حنبل نفسه في المساله الواحده قد يصل اراءه ل 12 يعني المسافر يفطر ما يفطرش في مثلا يعني فيها 12 مثلا مختلفين. امال والامام احمد بن حنبل نفسه رضي الله عنه لم يدون مذهبه، يعني كل اللي عمله ده تلاميذ الامام احمد بن حنبل. الائمه كل تلاميذهم اللي حافظوا عليه. وانا عاوز اقول بقى في الحته المهمه اللي جايه دي، ان رضي الله عنه وارضاهم، لو جبت ايسر امام ممكن تتخيله، لو تخيلنا ان اي امام هو الايسر، ثم فرضته على ناس لصار اشد المذاهب تعنتا.
عشان ده مفروض عشان انت فرضته على الناس. فاحمد ابن حنبل اللي المشكلة هو مذهبه ميسر جدا، انما لما فرضه البعض على الناس صار مذهب بالنسبة للناس، يقولك انت تبقاش حنبلي بقى وخد، شوف المثل المصري يقولك ايه محمد حنبلي قوي، محمد انت مالك حنبلي كده ليه؟ اشمعنى حنبلي؟ ما انت الشافعي ولا حنفي ولا مالكي ولا، عشان هم فرضوه الامام بانه متشدد. هو ده الخطأ، هو ده الخطأ. لا تفرض على الناس. انا عايز اصلح المعلومة للبعض، يعني انه الامام كان متشددا في البحث في دقة الحصول على المعلومة طبعا، مش في الرأي اللي بيقوله طبعا، عشان كده كان متشدد. ده إمام بيمثل طائفة أهل الحديث مش أهل الرأي. كان الإمام أحمد بن حنبل يتعامل مع الحديث الحقيقة بأمانة وبحب وبصدق وبالتزام، وكان واحد من أئمة الحديث المشتهرين المعتبرين المحترمين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فعلى هذا إحنا لما بنتكلم في المسألة بنقول المسألة قد يكون لها أكثر من وجه، بأي الأوجه أخذت أنت خلي بالك. ده بقى نرجع لمرجوعنا لبداية الحلقة مع فضيلة الشيخ خالد. نعم.